حامد؟ ايه لازم نعجل نعمل له غزة لأبحاتي مشان نشوف شلون بده يستقبلنا. كيف هي شلون بده يستقبلنا؟ ما الزلمة ما بيعرف عنا شيء ولا بيعرف عن عمايلنا بالحارة شيء. لا في شيء مو خاطر لك أنت. أنا خايف يكون واصله حكي مو منيح عنا. هلا أكيد هو ما بيعرف عنا شيء إلا إشكانها الأخرس موصل له حكي. شفت إذا بيكون هذا الأخرس موصل له حكي عاطل عنا؟ إلسانه لأصل له يعني حقه حقيقي. أنا بقول قبل ما نروح لعند أبو حاتم خلينا نجيب الأخرس ونفهم منه كتير شغلات. مثل شو الشغلات حامي؟ يعني عن شغله وعن معاملته مع عياله، عنا نحن إذا سمعان عنا شيء ولا لا. ماشي اليوم نجيبه. يا ويل ويله إذا كان حاكي شي عاطل. يا ويل ويل أهله. نسيب